تعزيز إمكانات البنية الرقمية في قطاع التعليم للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، حول تعزيز إمكانيات البنية الرقمية في قطاع التعليم سيما العموم منه نسائلكم السيد الوزير. شكرا سيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيد المستشار السيد النائب المحترم على هذا السؤال القيم. مرة أخرى أريد التذكير بأن الموسم الدراسي اللي مر ما مرش في وضعية عادية. الحمد لله بفضل التجربة والخبرة والحنكة ديال الأساتذة استطعنا باش نضمنوا الاستمرارية البيداغوجية السنة المنصرمة، وباش التلاميذ هذه السنة يمكن لهم يبداو الموسم الدراسي ديالهم في أحسن الظروف. بغيت أيضا نقول بأن قمنا بواحد العدد ديال التدابير باش يكون هذا التعليم الرقمي، ولكن واجهنا واحد العدد ديال الإشكالات اللي فرضت علينا الحالة الوبائية. الإشكال الأول هو هذا عدم تكافؤ الفرص، ولا سيما مع المناطق النائية. اليوم تبين بأن واحد العدد الفئات ما كيولجوش لهذا الحواسيب، ما كيولجوش لربط الإنترنت اللي كيدير واحد التفاوت. لهذا اعتمدنا على الدروس المصورة اللي تم البث ديالها في التلفازة، علما أن التلفازة موجودة في البيوت ديال هاد التلاميذ على المستوى القروي. الجانب الآخر، صدرنا واحد العدد ديال الكراسات التربوية كدعم تربوي إضافي. وأيضا ما نذكروا بأن في الوسط القروي غالبا تم دروس تم بطريقة عادية لأن العدد هو قليل، وبما أن العدد قليل تم احترام التباعد الجسدي، دونك استفدوا من واحد الوضعية ديال التمدرس في ظروف عادية. اليوم بفضل هذه التجربة خصنا نرصدوا هذه المكتسبات ونأسسوا واحد المدرسة الرقمية ديال الجودة وديال تكافؤ الفرص. لهذا الحمد لله عندنا صدرنا حنا صغنا مرسوم في إطار تنزيل أحكام قانون إطار المادة 33 اللي هو في طور المصادقة اللي غيمأسس هذا التعليم الرقمي عبر ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول هو تعزيز تكوين الأساتذة ورفع القدرات ديال الأساتذة في التعليم الرقمي. ثانيا هو رفع وتيرة الإنجاز ديال المضامين الرقمية، واليوم يمكننا نفتخروا بأن استطعنا باش نغطيو جميع المواد جميع المستويات. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بكل صدق ربما جاوبتي على جميع التخوفات ديالي وعجمت الاسئله اللي كنت غنوضع لكم. طبيعه الحال تنزيل القانون الاطار كما يعلم الجميع هو صعب، الله يعاونكم عليه، هذا شيء صعب. فيما يخص تكافؤ الفرص ما بين المؤسسات اللي هما في العالم الجبلي وفي العالم الحضري، نحن نعلم انكم تتقاسمون هذا المشكل مع ماشي بوحدكم كوزاره ولا كحكومه، ولكن مع شركات ديال الاتصالات اللي هي الى حد الان في بعض الاحيان لم تستجيب لانها تدخل الانترنت في بعض الاماكن. لكن الملاحظ كذلك السيد الوزير هو انه في بعض ما بين المؤسسات ولو في العالم الحضري او في العالم القروي نلاحظ كاين بين الفرق بين عدد ديال المؤسسات، سواء من التجهيزات من ناحيه ديال التجهيزات، سواء من ناحيه ديال تكوين المكونين او الاساتذه بنفسهم. يعني هذا شيء جميل ان سمعنا الان انكم غدركوا هذه المساله هذه. نحن في فريق الأصالة والمعاصرة ما علينا إلا أن نصفق لهذا، إلا كان هذا الشيء كله غادي يطبق السيد الوزير، حنا كنصفقوا ليه، علما أننا حنا في الأواخر ديال السنة الدراسية، فإلا كان هذه السنة بما لها وما عليها، الحمد لله على كل حال، نتمناو أن السنة وهذه هي المناسبة باش تحضروا للسنة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، أنه باش التفاوتات اللي هي لاحظناها في هذا المجال، سيما ان كورونا ورتنا بان التعليم عن بعد راه ما بقاش غير مكمل للتعليم الحضوري، وانما قد يصبح هو الاصل في الاصل ديالو. ولهذا يجب على الوزاره السيد الوزير انها تعمل ان دير في بالها راه التعليم عن بعد هو الاساسي، هذا واحد. حاجه اخرى السيد الوزير فيما يخص شكرا السيد النائب المحترم، استوفيتوا الوقت ديالكم. شكرا السيد النائب.
شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك تعقيبات إضافية، كذلك سوف يسهم الوقت السيد الوزير.